دي شاشة قدامنا فيديو سكرين بتتوصل من خلال اللابتوب عن طريق كارت اللان، وبنبتدي نوصلها في الشاشة عن طريق كارت انترفيس بيوصل باللوكال اريا كونكشن او بيوصل بالشبكة العمومية في المكان، وبنبتدي نشغل البرنامج اللي بيبتدي ينزل الداتا عليها اذا كان فيديو او تكست او بروجكت باوربوينت او فلو شارت معين انا عايز انزله عليه، وببتدي اعمل له ايديت في البرنامج زي ما انا شايف كده، وببتدي اعرضه على الشاشة. طبعا معلش عشان خاطر صورة الفيديو، صورة الموبايل لان الشاشة اضاءتها عالية جدا زي ما انا شايف كده. طبعا الصورة بتبقى واضحة جدا، بعرض عليها اي داتا او اي سكرين انا عايزها اذا كان فيديو او فلو شارت او احصائية معينة يومية او مبيعات.